ارتسمت الابتسامة وعلت ملامح الفرح والسرور محيا ذوي المواطن فالح العزمي الذي وصل إلى البلاد مساء اليوم بعد أشهر من الاحتجاز في إيران. وكانت الخارجية الكويتية قد أعلنت أمس الإفراج عن العزمي والذي كان محتجزا لدى السلطات الإيرانية، وتم استلامه من قبل أعضاء السفارة في مدينة أروميا، كما تمت مرافقته إلى طهران قبل أن يعود هذا المساء إلى الكويت. تقرير خالد الفارس يرصد أجواء استقبال العزمي في مطار الكويت الدولي. بعد ترقب طويل من قبل الأهل والأقارب والأصحاب لوصول المواطن فالح العزمي، المواطن الكويتي الذي كان محتجزا في طهران من قبل السلطات الإيرانية، وهم الذين توافدوا إلى قاعة التشريفات في مطار الكويت، وصل أبو يمعة متلهفا ومشتاقا إلى الكويت التي غاب عنها حتى انهمرت منه دموع الفرح دون أن يشعر. أشكر الحكومة الكويتية وكل من سعى في أمري، وأشكر صاحب السمو تاج راسي، والحمد لله على كل حال، والصحة العال يلا كالحمد، يعني يكفي الحضور، فرحة لي والحمد لله على كل حال. مشكورين، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. الحمد لله على كل حال يا الربع، صحتي هلا، حياتي ابو الحمنين، حياتي الحمد لله يا جماعة، انا صحتي على العال الحمد لله. والله يا شوفتكم يشهد الله، انا استسعد والله يا جيتكم، يعني الحمد لله على كل حال. ومحبة الناس والله يا جماعة ما تدرون، من امس بالليل ايش كثر الناس تدق علي، شيء يفرح. وجيتكم يا بعد راسي والله، يا بعد راسي، يا بعد راسي، الله يرحم والديك. الحمد لله على كل حال، معاملة زينة، امي الله يرحمها وابوي ان شاء الله له طولة العمر، والحمد لله على كل حال. يعني اكتفي بالحديث لان شوي نسمي. وزارة الخارجية لم تألو جهدا في استعادة فالح الابن الوحيد لأبيه الطاعن في السن. احنا عندنا تعليمات من معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ومن معالي نائب وزير الخارجية خالد جار الله باستقباله اليوم والاحتفال في هذه المناسبة ان شاء الله. بيض الله وجيههم الله يطول عمرك، ونقول لهم شكرا وتقديرنا لهم، جزاكم الله خير. هذا واجب، وقاموا بالواجب على افضل وجه. وبلغنا من السلطات الإيرانية بانه سوف يتم اطلاقه بعد عدة اجراءات إدارية وقانونية وأمنية لديهم. والحمد لله قبل يومين بلغنا بموعد الإفراج، قامت السفارة بإرسال وفد من سفارتنا في طهران إلى مكان اعتقاله في سجن الرومية، واستلامه بشكل رسمي واصطحابه إلى وسفره إلى طهران، ومن ثم مرافقته إلى مطار طهران لسفره لدولة الكويت. والد فالح وأعمامه وأصدقائه جميعهم عبروا عن شكرهم وامتنانهم للجهود التي بذلت كي يحصل الرحالة على حريته. قرت عينك، وش تحب تقول بهالمناسبة؟ أشكر الحكومة الكويتية، ما قصروا، طلع وذي الحمد لله على السلامة، الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو لوزارة الخارجية. الحقيقة كان لهم الدور الكبير في وصول النتيجة للإفراج عنه. طبعا أيضا تواصلنا مع سفارة دولة الكويت وعلى رأسهم السفير مجد الضفيري والأخ مبارك الحجرف وأيضا صلاح البناي. الحقيقة كانوا متواصلين إلى درجة أنه يعني شبه يومي نتكلم معاهم. أيضا أثناء زيارتنا لطهران كان الحقيقة موقفهم جدا مشرف باستقبالهم واهتمامهم لنا. لنقول أنه النجاح هذا وإن جاء نوعا ما متأخرا، إلا أنه أن يعني هذا الجهد مع يعني مع حساسية المكان في إيران يكون جهد مشكور جدا. أيضا لا ننسى يعني أنه دور السفير الإيراني واستقباله لإخواننا من بعد ندوتنا اللي حصلت كان في نوع من يعني اعطاء طمأنينة للجماعة بأنه إن شاء الله يعني طال الزمن المقصر أن الولد سيكون قريبا في الكويت، ولله الحمد والمنة تكللت النجاح، وإن شاء الله اليوم نفرح جميعا بعودته. في أول الأمر ما ندري، الولد مفقود لحين ما دق علي الأخ صلاح قال لي يا فلان الولد محجوز عند السلطات الإيرانية، وهي للحين ما اعترفت فيه، كانوا متابعينه من قبل لا يعترفون فيه. امسكوه في تاريخ 26/9، وتاريخ 29/9 سجلوا فيه مذكرة أن تم احتجازه عندهم. من ذاك التاريخ زرناه زيارة واحدة
والحمد لله رب العالمين تطمنا على حاله وحاله طيب. والله الحمد والفضل والمنة على فك أسر ولد أخوي فالح، والله الحمد وهو أسر فعلا بالفعل أسر. وفي هذه المناسبة أحب أشكر الحكومة الكويتية متمثلة بالوزارة وزارة الخارجية. وما إن انتهت مراسم الاستقبال حتى اختطف أبو يمعة على وجه السرعة كي يعود إلى منزله وينعم بالراحة والأمان. خالد الفارس، الرأي.